بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل أقدر سبحانه وتعالى. وإذا بدلنا آية، هذه اللي نحب نركز عليها واللي بعدها، وإذا بدلنا آية وهذه فتنة، اللي ما عرفش يقف في وجهه خسر روحه دنيا وآخرة. وإذا بدلنا آية، أي النسخ، وإذا بدلنا آية لكان آية، والله أعلم بما ينزل. أنت مش تعلموا متى ينزل الآية ولا متى ينزل التي تنسخها، من أنت؟ لا تقدم بين يدي الله وبين رسول آراءك في نفسك، أو آراءك في الله، أو آراءك في رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أنت؟ أي ثبت روحكم، يزينا من الغرور ومن الميجالومانيا، جنون العظمة خذكم، فسدتوا القديم والجديد مع رب العالمين. أي ما تزلوش الآتي، كونوا شوية حذرين، وقولوا الناس هذا يتكلموا بالقرآن زعما ناس فيهم الإنسانية ولا فيهم الشيطانية. ثبتوا روحكم، احنا إنسانيتنا لا شك فيها، وربي الزاد بلغ لكم اللي إنسانيتنا حقيقية، والإنسان فيها الخير بالكلية والمجر. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما نزل، قالوا ماذا قالوا؟ سنرى ذلك بحول الله تعالى في الشريط الآتي.